علي، يا علي، علي، ولك وين كاين؟ بالسكة ها؟ يا خوف قلبي وين بدها توديك هالسكة بيوم من الأيام. روح نادي الحجة فاطمة المحمود من دارها، قولها أمي مريضة تعالي بسرعة. الحجة فاطمة؟ أمي؟ لا يروح إنك خايف ولك. يلا اركاب اركاب. لا مش خايف، وش بدي أخاف؟ بسم الشافي، بسم المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الشافي المعافي.
الله، باسم الشافي المعافي. تعال فوت جاي. شو بدك؟ بتقولك الحجة بدوية، أمي مريضة وبتهيأك. أنت بالنعامة؟ آه. أنت ابن حسين؟ آه أنا ابن حسين. وجيت لحالك؟ آه جيت لحالي. وشو بيها؟ عفية السبع. وأبوك وين؟ أبوي مش بالدار، طالع. علي الكبير؟ آه، ما عندوش غيره الحزين. طيب يا علي، روح سبقني، خليهم يحطوا المي على النار وهضاني لاحقك. قلت الحجة فاطمة سخنوا مي وهيها جاي. أنا جيت لحالي. روح انقلع العب مع الأولاد. روح. قوتي حجة بدوية. يا هلا بالحجة. شلونك؟ وين الحجة نعامة؟ جوا. علي! شو في عندكو؟ ليش الحجة فاطمة عندكو؟ علي سامعني؟ في شي بوجعك؟ راسك بوجعك؟ علي! رد أناي! علي! علي روح اركض عبوك، قول له امي جابت ولد، هذاك هو قاعد عند دار عمك ابو زكي. هلا يمه. هلا يا حبيبي، هذا أخوك. يما أنا ناديت لك الحجة فاطمة من دارها. الله يرضى عليك. ولحالي روحت. أسد بطل يما. أصلا أنا مين اللي غيرك؟ تعال تبوسك، تعال. الله يرضى عليك. يما ابن سمحة ما بيخوف زي ما بيحكوا الناس، وأصلا الواد ما في غولة. طبعا هالحكي ما في مني. إجا أبوك، قوم لحق كل حلو مع الأولاد، قوم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا أبو حسين.
يرضى ابوك وعمامك وباقي اهل القريه. خابرها كلها انباعت شيله بيله، وحتى ابوك لما مات ما لقي لهوش محل لقبره. بتعرف ليش؟ انا بسالك، بتعرف ليش؟ بتعرف ولا ما بتعرف؟ أنا سألتك ليش؟ طب أنا رح أذكرك، هاي الأرض انباعت عشان تتعلم أنت وغيرك، تتعلم عند الأجانب اللي أجوا وشروا هاي الأرض، بنوا فيها اللي أنت شايفه. كيف شايف أنت؟ عاجبك؟ إحنا كنا نستنى عظمتك اللي جايينا فيها، بس يا حسرة هالشوفة راحت عمك وأبوك. يا ريتك استعجلت، كان شافوك قبل ما الله ياخذ أمانته وإخوتك. والله ما بندري وين أراضيهم، أصلاً أولاد القرية معظمهم برا البلد، وأصلاً مضلش قرية ومش عارف لوين جاي، لا ضل شجر ولا بشر. يا حوينة كل هاللي راح، غالي هالبرنات عندكم لو بدي واحدة مثلها. وين رايح تركني حبيبي؟ أنا ذاكرتك وجاي معك، وبدك تتحمل تقال الدمي من هون ورايح.